التقليه اللي بيسموها اللي هي اللحمه بالبصل، بيبقى كميه بصل كبيره جدا، اكتر من كده كمان على كيلو اللحمه مثلا او 2 كيلو اللحمه، بيبقى البصل كميه بيعملوه في الحياه ما شاء الله، تبقى عزومه ساعتها بقى، يعني مش الاسره على قدها تعمل تقليهم، لا لازم تقليهم مظبوط، يبقى في عزومه وتبقى الكميه مهوله جدا، الحله قد كده ما شاء الله، يتحط 3 ارباعها مثلا بصل ويتقلب لغايه ما يدبل شويه، وبعد كده ننزل فيه اللحمه ونخلي اللحمه تستوي البصل لغايه البصل ما يتكرمل، مع ياخد لون اللحمه كده ويتكرمل. هنعمله مع بعض دلوقتي. هو عباره عن ايه؟ بصل ولحمه وسمنه، يعني فلفل حامي ده اختياري، وشويه ملح وفلفل وبهارات بس. عايز تحطي ورق لورو، عايز تحطي حبهان، عايزه تجملي لحمتك باي حاجه انت عايزاها، انما هي كانت طبعا في صعيد مصر كانت فيه يعني هي اللحمه بخيرها كده زي ما هي حلوه جدا، ويا دوبك الملح والفلفل بس، ده اكتر حاجه من التوابل. بعد كده بقى اللي يحب يحط توابل تاني زي ما هو عايز. هنحط سمنه ونسخنها قوي في الزيت، معلقه سمن كده. وطبعا لو اللحمه طبعا احلى لحمه بتبقى الاكله دي لحم ملبسه، لحم ملبسه دي اللي فيها جزء من الدهن، يعني مبقاش كلها حمرا حمرا، لا فيها شويه سمين زي ما بيقولوا كده، اللي هي ملبسه زي ما بيقولوا عليها الجزار، وبعدين تستوي معاها اللحمه دايبه دوب كده طريه جدا. اللحمه الحمرا قوي قوي دي بتبقى ناشفه شويه، بس دي بقى يعني هي حمرا طبعا برضو تعتبر حمرا قوي، تمام. فهي دي نوع اللحمه، وجوه لحمه ملبسه. فطبعا لو فيها بيجي بقى لما يكون ناس ذبحه او كده، بيجي معاها دهن كده او ليه او الكلام ده كله، بيحطوه على النار الاول لغايه ما يسيح، وبعدين فهو يعمل سمنه، ممكن تزوديها معلقه سمنه من عندك كمان مثلا لو هي قليله، عشان ما تحطيش ما تسيحيش دهن كتير. وبعدين تروحي حاطه البصل بقى، وزي ما احنا عارفين البصل بيتقطع صغير جدا، تمام. وهحط لها بقى شويه ملح على البصل، بسم الله، وسنه فلفل اسود، واقلب في اللحمه في البصل ده لغايه ما يدبل، ان هو زي ما قلت كميه البصل بتبقى كبيره جدا، ممكن تملى الحله كلها، واقلب فيه لغايه ما توصل لايه؟ للنص مثلا، عشان يقدروا يحطوا اللحمه، لان يعني كميه البصل بتبقى رهيبه جدا. هي ده اللي بيتاكل، يعني هو البصل ده هو اللي بيتاكل مع اللحمه، ده الصوص بتاعه اللي بيفرض ان هو من حلاوه الاكل بتاعتهم بقى، ومن كتر ما هو بيسووه على نار هاديه. وبعدين ليهم كبشه معينه، مش دي طبعا، ليهم كبشه كده حلوه خشب، كل بيقلبوا كل شويه يشيلوا يقلبوا اللحمه مع البصل، يحروا في البصل، يبداوا ان هم ايه يفرموا البصل خالص لغايه ما تروح ملامحه، ويبقى دايب دوب مع الايه مع اللحمه طبعا سليمه، بس البصل هو اللي ما بتشوفوش انه بصل، لا بتلاقي صوص بندي بس. انا كنت مكرمله بس شويه بصل في المطبخ علشان ايه الحق معايا الوقت ما يبقاش ضيق، مش بيقعد شويه على بيدبل، طبعا بتبداي تقلبي فيه في فتره كويسه لغايه ما يديكي اللون الايه مش اللون الحاجه، يدبل بس، يعني يدبل يقرب يبقى شفاف كده، ماشي. فانا بصل احمر بقى، بصل ابيض، اي بصل. خلاص بصوا كده اهو دبل كده، اخليه بقى يكمل السوا بتاعه مع اللحمه نفسها، مع قطع اللحمه. زي ما قلت لك عايزه ورق لورو، عايزه حبهان، عايزه اي حاجه تحطيها هنا، فصين مستيكه مثلا حطي. خلاص حطيناها كده، ما حطيتش ملح كتير، حطيت بس في الاول مع البصله شويه الملح صغيرين وشويه الفلفل، واسيبها. بعد بقى ما خلاص قرب يستوي هروح حاطه ايه شويه البهارات مع الفلفل الحامي لو انت حابه، بس يعني لما يقرب شويه، يعني مش دلوقتي، انا كل شويه انا حطاها، كل شويه ابدا اقلب، كل شويه اقلب، وانا بقلب بعمل ايه؟ بهرس في البصل. بس زي ما قلت لك هو في مغرفه زي الكبشه بتاعتنا بس خشب، فانما احنا بقى بنقلب بدي وخلاص، كل شويه ارفع كده واقلب وهدي النار، وتهدي النار اللحمة على النار الهادية بتبقى أحسن كتير جدا. بعد بقى ما تلون خالص أبدأ أزود المية شوية شوية، بتحط لها مية شوية شوية، مش زي الصينية اللي كنا عملناها قبل كده اللي هي صينية البفتيك مثلا، أو بتسوي نفسها، أو كباب الحلة ساعات بيسوي نفسه، لا ده لازم بزود مية،
ان اللحم قطع اللحم تبقى كبيره شويه فبتعوز يعني ميه البصل وميتها ما بتكفيش. بس باجي ازود لازم ازود كوبايه كوبايه او كوبايتين في الاول وبعد كده كوبايه كوبايه. ليه؟ عشان ما تعمليش الصوص بتاعه ماهي كده زي الميه، لا انا عايزاه صوص غليظ كده فيه مكونات البصل سميكه بس. ده كده الايه التقليه. بس كل شويه طول ما انا بعمل حاجه افضل رايحه جايه عليها كده واقلب. طبعا هي هتقعد معايا لاخر الحلقه وانا بقلب فيها خالص، اخر حلقه خالص يعني الحلقه ايه ساعه وربع، هتقعد حوالي طبعا المفروض انها تقعد اكتر من ساعه وربع، بتقعد حوالي على النار لو مثلا كيلو لحمه ممكن يقعد ساعه ونص ساعتين الا ربع، قولي ساعتين حتى مش مهم لان انا مهديه النار وسايباها ما رايش حاجه. إيه لو طبعا الكميه اكبر بتاخد فتره اكبر، بس يعني ممكن تبقى لو اللحمه كويسه ساعتين بس.